السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. ده برنامج جديد على القناة إن شاء الله، سميته كلمتين في الرغيف، وهو أن يعبر، يعني يعبر أن احنا نقول كلمتين كده وننجز نتكلم في موضوع مختلف. البرنامج ده هيكون مستقل ومش هيكون ليه أي علاقة بماليزيا، وهتكلم فيه عن موضوعات مختلفة تهمنا عن كوكبنا كوكب الأرض. لا يمنع أن أنا ممكن أستدعي موقف أو حدث من ماليزيا، لكن مش هيكون قاصر عليها زي بقية الفيديوهات الموجودة على القناة. الحلقة الأولى من البرنامج ده خصصتها لشيخ المجاهدين الشيخ عمر المختار. الحقيقة أنا كنت عامل الحلقة ديت بعد ذكرى مولده، لكن تأخرت شوية، وإذ بي أتفاجأ إن هو يوم استشهاده بعد أقل من شهر من ذكرى مولده رحمة الله عليه. طيب، عارفين إيه أصلاً اللي لفت انتباه الموضوع ذكرى مولده والقصة ديت؟ من فترة لقيت معظم جروبات المصممين والرسامين عمالين يحطوا رسومات للشيخ عمر المختار، فقلت يا ترى ايه المناسبه، يعني ما ايه اللي يخلي الناس عماله تحط رسومات وحاجات من كده. وبعدين لما دورت وسالت الحاج جوجل كالعاده، لقيت ان ميلاده كان يوم 20 اغسطس 1858، واستشهد رحمه الله في 16 سبتمبر 1931. كميه الرسومات اللي اتعملت والابداع اللي فيها يخليك كده عايز تحس بقشعريره كده، حاجه منتهى الفخر ان رمز عظيم زي الشيخ الليبي المجاهد عمر المختار بتاريخه البطولي العظيم واللي كتبه في التاريخ بدمه وجهاده ضد هيمنة الاستعمار الايطالي بيحتفل بيه شباب صغير برسومات ابداعية، وبتنتشر بقى على مواقع التواصل الاجتماعي بغزارة وفي بوستات والناس كلها تتكلم عنها. وحتى الرسومات نفسها فيها لمسات مزيج من الابداع والعزة والقوة والانتصار، وبتمثل صورة حقيقية عن الشخص المسلم البطل المدافع عن دينه ووطنه مولانا وسيدنا الشيخ عمر المختار عليه رحمة الله. حاجة كده تحس والله الناس فعلا ما بتصدق تلاقي نموذج من النماذج دي، الناس متعطشة للنماذج دي. الحقيقة اللي حصل ده خلاني أحس قديه احنا أغفلنا الجزء ده في أعمالنا الفنية والسينمائية والإبداعية، وخلينا بقى هوليود ومارفل ومحمد رمضان والناس العجيبة دي هي اللي ترسم أفكارنا وأفكار عيالنا، بدل ما نفكر احنا في اعمال ابداعيه يكون فيها ابطال وشخصيات مسلمه حقيقيه. وباكد جدا على كلمه حقيقيه دي، ما شاء الله تبارك الله الناس مبدعه جدا، لما تشوف الرسومات ابداع رائع. والفرق اننا بنبدع لشخصيات حقيقيه زي ما قلت، شخصيات رسمت التاريخ، مش شخصيات بقى فانتازيا وخياليه زي مارفل وباتمان وباتجعان والكلام العجيب ده. وعلى فكره التاريخ الاسلامي مليان بمناضلين على مر العصور زي عمر المختار، بس انا بحس صراحه ضعف اطلاعنا على شويه ان احنا معرفش مش مهتمين او ما بناخدش بالنا قوي، او ممكن كمان يكون مر على ما سمعنا بعض الشخصيات لكن ما انتبهناش لحجم البطولات اللي عملوها، وخصوصا في ظل التجهيل الاعلامي المتعمد للمواضيع اللي زي دي. انا صراحه لما شفت الرسومات فرحت، كتلباني فرحت جدا، وحسيت بان في بصيص نور عايز يخرق لمؤاخذه الضلمه اللي احنا عايشين فيها. وعشان كده قلت اتكلم معاكم في النقطه دي تحديدا مع الناس الفنانين، الجماعة الفنانين والرسامين والمصممين والمبدعين والمنشدين الجامدين وأي حاجة آخرها يين. حاولوا تخلوا في رسالة وهدف في أعمالكم، مش شرط يكون في عمل فول تايم والوظائف لأنك بيبقى عندك ريكويرمنتس معينة وطلبات وحاجات كده، لكن حاول تعمل حاجة صغيرة على الجنب كده، مشروع صغير، شغلانة تجسد فيها التاريخ العظيم والقوة الأسطورية للمسلمين بإبداعك زي ما الناس كده عملت في عمر المختار. يعني عندكم مثلا الأنمي الياباني دايما بيحطوا أفكارهم في الأنمي اللي بيعملوه، سواء كان بقى موضوع التخريب بتاع طاقة التشاكرا اللي كان بيتفرجوا على ناروتو، لو شفتوا أتاك أون تايتن الحاجات ديت، فكرة الساموراي دايما بيجسدوها في معظم أفلام الكرتون بتاعتهم. الصينيين بيحطوا افكارهم وعقائدهم الخربانه برضو، وكمان بيبرزوا رياضه الكونغ فو عشان منشاها صيني. امريكا فكرها الاستعماري والراسمالي والفانتازيا بتاعتها الاوفر جدا. روسيا بمشى والدب. عندكم الهند بوليود والناس اللي بتطير في الهواء والافكار برضو الخزعبليه بتاعتهم ديت، كل الناس بتحط افكارها والمزيج يعني اللي هي بتفكر فيه والثقافه بتاعتها بتحشرها جوه مسلسلاتها وافلامها وانتاجها المرئي. تيجي انت بقى تفكر، طب احنا كمسلمين عندنا ايه؟ يعني عندنا ايه غير الطعميه والمنسف واكبر طبق كنافه في العالم؟ عندنا زي ما الفرزدق قال: اولئك ابائي فجئني بمثلهم اذا جمعتنا يا جرير المجامع. عندنا فخر الاباء والاجداد. ممكن نعمل شغل ميديا كتير جدا رائع للشخصيات الاسلاميه المؤثره، سواء ما كانت شخصيات مجاهدين زي مولانا الشيخ عمر المختار، او حتى شخصيات زي علماء في الفلك والطب والرياضيات. والعرب، علماء العرب علموا أوروبا والعالم كله. نتكلم عن حضارات زي الأندلس، حضارات كبيرة علمت الناس برضو في فنون التصميم، علمتهم في فنون الحضارة. يعني التاريخ الإسلامي بيذخر بكنز والله من المحتوى.
تعملوا بقى تصميم رسمة، أغنية، مقطع، أي حاجة، يا رب يكون بتعملوا حاجة مرة واحدة في الأسبوع، مرة واحدة في الشهر، مرة واحدة في السنة. المهم تعمل إبداع يظهر عظمة هذا الدين والرجال اللي حملوه بكل قوة وفخر ودفعوا عن تراب أوطانهم وعن وصول الإسلام لينا صحيح ما فيهوش مشاكل. وده في حد ذاته والله إبداع، لو بصيتوا فيه وقريتوا عنه إبداع في حد ذاته. أنتوا عارفين إننا كمسلمين كل شوية بنتنفخ، وعارفين الوضع في العالم كله، يعني كله حاطط علينا والله، يعني حاجة والله محبطة جدا. وفي ناس كتير قوي عندها الإحباط وبتزعل وبتتضايق ودايما تقول طب نعمل إيه غير الدعاء؟ يعني هو الدعاء طبعا سلاح قوي جدا، بس الناس ساعات بتبقى عايزة تعمل حاجة. فأنا هنا أقول لكم اعملوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. الزرعة دي ملهاش مستقبل، القيامة هتقوم وكل حاجة هتفنى، لكن ده بيعلمك إنك تاخد بالأسباب وتعمل باللي في إيدك، اللي موجود في إيديك اعمله. والنتائج على الله سبحانه وتعالى. ودايما الاسلام بيركز على النقطه دي، بيركز على العمل مش بيركز على النتائج. يعني ربنا حتى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ليس عليك هداهم. النتيجه دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. وخليني اذكر لكم موقف في النقطه دي، والله هو ممكن يكون باين ان هو حاجه عبيطه يعني، ولكنه فعلا موقف اثر معايا انا شخصيا. انا في ناس ما تعرفنيش كتير من اللي بتتابعنا على القناه، لكن الناس اللي شغاله في وسط التصميم، انا كان عندي على الديفيانت ارت اكونت اسمه تيلبو، كان اسمي تيلبو في الاكونت ده، وكنت بعمل تصميمات اسلاميه. بدات في موضوع في 2006 2007 مش فاكر يعني في الوقت ده، وقعدت شغال سنتين ولا حاجه، وكنت كل شويه اعمل تصميمات اسلاميه وارفعها باي محتوى، حاجه عن الدين، عن الاخلاقيات، عن فلسطين، عن المسلمين، اي حاجه وبرفعها، لحد ما الجاليري عندي اتملت كتير جدا. وبعد كده توقفت فتره طويله جدا، وبالذات بعد ما تزوجت يعني انشغلت بالامور التانية يعني، وتوقفت عن موضوع التصميم بالشكل اللي كنت بعمله قبل كده. واذ بي اتفاجئ بعد فتره طويله جدا وانا بقلب في النت كده ان كم رهيب من المواقع الإسلامية والجروبات الدعوية خدوا تصميماتي واستخدموها بشكل فظيع. انتوا مش متخيلين، انا وانا بشوف ده عمري في حياتي وانا بعمل التصميمات دي وبرفعها ما كان جاي في بالي ده. انا بس حبيت اعمل شوية تصميمات فيهم قيمة إسلامية وقيمة أخلاقية محترمة وخلاص، لكن عمري ما جاي في بالي نهائيا انها تنتشر بالطريقة دي. فده من الحاجات اللي علمتني انك ارمي البذره وملكش دعوه، يعني حتى يعني طالما انت رميت البذره ومعك شويه ميه قد كده وسقيتهم، خلاص هو ربنا سبحانه وتعالى هيتولى كل شيء. فانت اعمل واترك الزرعه، هتطلع وهتكبر وهيجي غيرك يسقيها، والعمل هيربو ويكبر طالما في اخلاص ونيه ان شاء الله فيه، هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى بارك لك فيه. وانا لا ادعي الاخلاص في اللي بعمله، ده ستر ربنا، لكن بقول ان الواحد فعلا لما بيعمل حاجه وعايز يصلح بيها الامور بتنصلح بتبقى زي الفل. انا طبعا لا اغفل عدد من الاعمال الابداعيه واللي فيها رساله اتعرضت يعني في الميديا، بالرغم طبعا من بعض التجاوزات والتحفظات على حاجات في المحتوى بتاعها، لكن هي في مجملها رائعه جدا، زي مسلسل عمر بن الخطاب ومسلسل رايه الحق اللي كان بيتكلم عن حروب الرده، وكمان المسلسل الرائع اللي هو مسلسل الامام واللي بيتكلم عن قصه حياه الامام احمد بن حنبل ومحنه خلق القران. ويا راجل ده حتى ارطغرل اللي هوسين دراما وقصص اسطوريه جواه عامل حاله غير طبيعيه وسط الناس، وهو اصلا كل ده حشو درامي. يعني الراجل ده مفيش في حياته غير صفحتين ثلاثة من التاريخ كده مكتوبين، والباقي كله تجويد تركي، لكن لو تبص شايف النتيجة وقد ايه الناس ارتبطت بيه وحبوه جدا. وفي كمان على اليوتيوب عمر وهنا اللي تقريبا بتنتجوا شركة ماليزية، وهم هنا في ماليزيا وعندهم انتاج اسلامي رائع. وعلى فكرة الانتاج الاسلامي المرئي سواء كان مرئي او قصص مصورة ومطبوعات في ماليزيا واخد حقه كويس جدا، وبيعملوا شغل رائع رائع رائع. عشان كده حاولوا تبدعوا، الفن دلوقتي من اقوى الرسائل اللي بتوعي الناس وبتفهمهم وبتأثر فيهم. الحياة دلوقتي مش زي زمان خلاص، يعني قواعد اللعبة اتغيرت تماما، فاللي مش هيتغير بوعي هيتبلع. وعشان كده خلي لفنك من نشر الاسلام والاخلاق نصيب، وده وجه من وجوه شكر النعمة. ودور واتعب في اللي بتعرفه، اتعبوا في الرسمة، اتعب في الفيديو، اتعبوا في حلقات الكرتون، اتعبوا في عمل فعلا يكون خالد وفي ميزان حسناتكم. وعلى فكرة احنا مش قليلين، احنا جامدين جدا بس بعاد عن بعض. واكبر دليل رسومات عمر المختار. خلونا بقى ننتج حاجات جميلة ونضيفة زي دي، نعلم بيها جيل لسه هيطلع، نعلمه زي ينتج ويطلع حاجات افضل من هوليوود وبيكسر وديزني ومارفل، الناس اللي بيسموه افكار عيالنا دول، نعمل بديل فعلا ونوريهم الابطال الحقيقيين. واتمنى يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو تاني من برنامجكم كلمتين في رغيف. سلام عليكم.